بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. محتاجين نهدى كده شويه وما نتعصبش على بعض عشان احنا بنتكلم في موضوع حساس جدا، وهو ليه المحللين مش عاجبهم موسيماني، او ليه كل المحللين او اغلب المحللين اللي بيتكلموا في كره قدم مش عاجبهم موسيماني. هل دول كلهم عايزين استقرار الاهلي يتهدى برحيل المدرب الجنوب افريقي اللي محقق نتائج ايجابيه واسطوريه جدا في دوري ابطال افريقيا؟ موسيماني اللي خد دوري ابطال افريقيا المره الثالثه على التوالي هيبقى اسطوريه فعلا. فعزيزي احنا مش بنهول من اللي بيعمله موسيماني في دوري ابطال افريقيا، بس ليه موسيماني بيتم مهاجمته بالطريقه البشعه جدا في نظر البعض بعد كل مباراه للنادي الاهلي؟ اولا شخصيه الاهلي، لو حبينا نتكلم في اول نقطه في شخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي مع موسيماني اختفت، هي مش اختفت، هي تاهت اساسا، لان احنا بنشوف شخصيه الاهلي اللي مفترض ان فريق قوي جدا وفريق بيحاول ان هو يجيب الهدف الاول وبيدور على الهدف الثاني والهدف الثالث. دي كانت شخصيتنا مع مانويل جوزيه، عشان كده لما حد بيقول لنا ان في مقارنات ما بين جوزيه وما بين موسيماني كارقام بنقول له كارقام بس، انما اوعى تفكر تقارن جيل موسيماني بجيل مانويل جوزيه، لان انت بتتكلم في جيل مختلف تماما كشخصيه وكامكانيات فرديه، وجيل مختلف تماما كقوه والشخصيات بتحب السوشيال ميديا شويتين مع مدير فني عنده مشاكل. ايه بقى المشاكل اللي عند موسيماني بعيد عن جانب الشخصيه؟ المشاكل اللي تخص موسيماني هي حته ايه المكان اللي في الملعب بالنسبه للاهلي مميز فيه. يعني مثلا لو هتقسم الملعب هتقسمه لثلاث خطوط: خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم، بجانب حارس المرمى اللي هو محمد الشناوي. اي خط فيهم هو نقطه قوه الاهلي مع موسيماني؟ الازمه كلها ان محمد الشناوي هو اهم واحد في الفريق. طب ده معناه ايه؟ يعني معناه ان احنا مش ليا كونان بس ولا بيدرب الفريق؟ دي بقى الحته اللي احنا عندنا فيها شويه مشاكل، حته ان لما الاهلي بيلعب ماتشات مفروض ان هو يهاجم فيها الفرقه بتتوه، لان بسم الله ما شاء الله بيتضح ان الاهلي مش مدرب على اي حاجه هجوميا والفريق هجوميا، كل واحد بيعمل اللي يعجبه. وهنا بتتحط تحت حته شغل مدرب كجمل فنيه وكجمل خططيه وكطريقه لعب وكتحفيز اماكن وكتطوير ناشئين. هل موسيماني بيعمل حاجه من الحاجات دي كلها؟ مفيش. طب موسيماني ايه اللي مخليه مستمر مع الاهلي طالما هو ضايع قوي كده بالنسبه للمحللين؟ بيكسب. والله بيكسب. تخيل عزيزي بيكسب وبياخد دوري ابطال افريقيا. تخيل موسيماني لو ما كانش ياخد دوري ابطال افريقيا وكان خسر الدوري، هل موسيماني كان استمر مع الاهلي؟ لا. بس لما وائل جمعه قال كده الدنيا كلها قامت عليه. ما تعرفش ليه يا حضرتك، بس مش مهم. ليه؟ لان في بعض من الصفحات بالنسبه للاهلي او اللي محسوبه على الاهلي بتتكلم مع الناس في حته ان في ناس عايزه توقع الاهلي، في ناس عايزه تهد استقرار الاهلي، في ناس عايزه تدمر الاهلي، في ناس مش عاجبها نجاح الاهلي. اللي هو الكلام ده انا كنت بسمعه من 3 4 سنين وما كانش في الكوره خالص، بس عادي، ادينا بناخد تجارب هنحطها هنا يمكن تمشي معانا، وللامانه بتمشي معانا. فانت دلوقتي فرشت كده وجهه نظر، طبعا الصفحات دي فرشت ارضيه قويه جدا لحته ان اي حد يهاجم موسيماني يبقى كره الاهلي على طول، حطه في حته كره الاهلي وحاسب وغيران من كل اللي بيعمله موسيماني. ليه؟ الطريقه دي سهله وبتجيب مشاهدات وبتجيب حب كيان وبتبقى ابن من ابناء النادي مره واحده كده اول ما تقول ان موسيماني اللي بيهاجموه كلهم كارهين الاهلي. طب بالنسبه يا باشا ان موسيماني بيقدمش كره قدم محترمه، لا مش مهم. ايه كره قدم محترمه دي؟ ما كنا بنلعب كره قدم محترمه وما كناش بناخد افريقيا، المهم بالنسبه لنا ناخد افريقيا. طب ما انت خدت افريقيا سقطت دوري. يعني بسم الله موسيماني خد افريقيا سقط دوري، موسيماني السنه دي احتمال ياخد افريقيا وبرده بنسبه كبيره جدا ممكن يسقط دوري. فالحته دي احنا مختلفين شويه مع بعض، اللي هو حته ان انا كنت بقول انا عايز افريقيا لان انا زهقت من الدوري، دلوقتي موسيماني بناخد افريقيا وعايزين ناخد دوري. بس موسيماني كمدرب دوريات مش مدرب دوريات. ليه بقى مش مدرب دوريات؟ لان موسيماني بتاع خطف واجري، موسيماني مش بتاع حته ان هو يبقى مدرب دوري هيفضل يكسب كل الفرق، هيفضل يسيطر على الماتشات، هيفضل يلاقي حلول لتكدلات دفاعيه، مش ده موسيماني. موسيماني بتاع موضوع خطف واجري، حط فرقه قدام المرمى، اعتمد على الهجمات المرتده، اعتمد على الكره الطوليه، والكلام ده ما بياكلش عيش خالص قدام التكتلات الدفاعيه. فرقه عامله تكتل دفاعي مش هتعرف تاكل معاها عيش لو لعبت عرضيات للصبح لمهاجم ما بيعرفش يلعب بدماغه. ودي برضه حته محتاجين نتكلم فيها. قناعات موسيماني بالنسبه للسترايكر، يعني انت كمدير فني دلوقتي كل فكرتك عن الكوره انك عشان توصل لخط خط المرمى بتاع الفرقه المنافسه تلعب عرضيات وتلعب كوره طوليه. طب المهاجم بتاعك بقى يعني متر 90 2 متر؟ لا، اغلبيتهم قصيرين، محمد شريف وبيرسي تاو وحسام حسن الوحيد المميز بالكره العاليه بيحطه على الدكه. فوقتها هنا جمهور الاهلي بيجي لك حاله الهسهس بقى، اللي هو اكتر واحد يناسب فكرك انت راكنه على الدكه بره وما بتلعبوش اساسي. ده بجانب طبعا الحاجات اللي محدش فاهمها حرفيا بالنسبه لموسيماني كاختيارات لعيبه. يعني مثلا طار محمد طاهر بتلاقيه بعيد شهرين ثلاثه، ماتش مهم طار محمد طاهر موجود في الملعب. محمد شريف سترايكر اغلب الوقت، ماتش مهم بيرسي تاو موجود اساسي.
بيرسي تاو موجود؟ لا بيرسي تاو موجود كده كده في اسوء احوال. بيرسي تاو موجود. احمد عبد القادر افضل واحد في الملعب، لازم احمد عبد القادر يتغير كل ماتش، كل ماتش احمد عبد القادر لازم يكون اول تغيير. طب تقعد تبص على محمد عبد المنعم اللي كان جاي الموسيماني، الله اكبر عليه، واحد من افضل مدافعين في بطوله افريقيا، موسيماني نسى كوره والله العظيم بجد. فكل الحاجات دي لما تقعد تتكلم مع حد في الكوره كاهلاوي يقول لك ايه انتوا بتكرهوا موسيماني، لو حضرتك الحاجات دي بتحصل بجد، والله الحاجات دي بتحصل بجد. موسيماني بيعمل حاجات في عالم كره القدم غريبه جدا، لكن ايه اللي مش فعله؟ نتائجه. هو الراجل بيعمل نتائج كويسه. حتى تصريحات موسيماني اللي كانت مشهوره جدا في سان داونز بيستغلها وبيقولها مع الاهلي، والله الكلام ده ما شفناهوش. احنا كنا بنتكلم على مدرب بينيم الفرق، دلوقتي مدرب بقى بيهاجم لعيبته في الاعلام وبقى بيهاجم اللعيبه بعد كل مؤتمر صحفي الفريق بيخايش فيه. فانت حتى تصريحاتك بدات ما تكونش مظبوطه، طريقه لعبك ما حدش فاهمها، افكارك من ايه في النيله، تغييراتك غريبه جدا. فحضرتك ازاي محللين يطلعوا يطبلوا الموسيماني ككوره؟ عشان كده بتلاقي دايما الشيخ طه اسماعيل، بتلاقي محمد فضل، بتلاقي حد بيتكلم في كوره كنادي اهلي بيبقى عنده مشكله مع موسيماني، وهي حته ان انا مش لاقي لك حته اطبل لك منها، يعني انا مش لاقي لك حته بجد اقعد اطبل لك منها. انما لو لقيت لك ما عنديش اي مانع يا باشا. حتى التغييرات اللي موسيماني بيعملها وبتعمل نتيجه مع الاهلي، بتحس انه بيطلع لعيب الغلط بجد والله، يعني بتحس انه بيطلع لعيب الغلط. حسين الشحات عمل ماتش مميز جدا، تعالى حسين على طول كده، تعالى حسين. طاهر محمد طاهر بدا ينطق، تعالى محمد شيء. بتحس ان تغييراته مزفلطه وما بيديرش ماتش، يعني بتحس ان موسيماني بيغير تغييره في ماتش ثاني خالص بجد والله. بتحس ان في لعيب سيء جدا لازم يطلع، اللعيب ده بيكون موجود طول 90 دقيقه، ولعيب تاني ما ينفعش يطلع هو يكون اول تغيير. فعشان كده والله الناس كلها نفسها ان هي تلاقي موسيماني حاجه تمسك له الطبله عليه، بس والله مش والله ما لاقيه. اما الناس اللي ماسكه الطبله الموسيماني فهي ماسكه الطبله الموسيماني على الحته اللي احنا بنلعب عليها من الاول، وهي حته ان كل اللي بيهاجم موسيماني يبقى كاره وحاقد وكاره للكيان وغيران جدا من انجازات الاهلي بس. انما ككوره قول لي انت بتطبل الموسيماني ليه وانا يمكن افهمك والله. انما هتقول لي عشان موسيماني واخد 2 افريقيا، اقول لك طب هو ده الحاجه اللي احنا متفقين كلنا عليها ان موسيماني واخد 2 افريقيا، بس موسيماني خد ال 2 افريقيا دول ازاي؟ هي دي بقى الحاجه اللي احنا نرجع نتكلم فيها ككوره. بس هي دي برضو حته النتائج غير الاداء، واحد بيقدم اداء سيء لكن عنده نتائج. فلما نيجي نقول ان موسيماني قاعد في الاهلي عشان خاطر نتائجه ايجابيه ويقدر ان هو ياخد بطولات، ما تقوليش ان موسيماني قاعد في الاهلي عشان احنا بنحب موسيماني والكلام ده، عشان الكلام ده ما بياكلش معانا معلش. اما لو الكلام ده بياكل معاك فاعمل لايك للفيديو، لو ما بياكلش معاك اعمل ديسلايك وانزل اشتم في الكومنتات او بس. ابقى قول اللي انت عايزه.